ايه اللي ناقصنا يا كابتن وليد؟ شوف السؤال عام قوي وعريض بس عشان قوي. اسيبك تفضفض شويه وتتكلم براحتك. بص خلينا هنقسمها على مدار الحلقه انه هيبقى كلام كتير قوي. ناقصنا حاجات كتير جدا جدا جدا، لكن احنا اكتسبنا الفترات اللي فاتت حاجات حلوه. فكره مثلا ان يكون عندنا رابطه تنظم الدوري، دي حاجه كويسه جدا طبعا. فكره الصوره دلوقتي والهاي ديفينيشن والفوركي بقى بتديك صوره حلوه. عندنا نواقص كتير بقى. رقم واحد في كل حاجه الملعب. اديني ملعب، لعيب الكوره عايز ملعب. فرقم واحد نهتم جدا 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 بالملاعب. ده رقم واحد. رقم اتنين ان الدوري ده، الدوري بتاعنا محتاج حاجات كتير. يعني رقم واحد محتاج دورات للحكام، ان مثلا مش اي لمسة احسب فاول. احنا النهاردة عانينا جدا. شوف عمر جابر وقع كم مرة، صح. شوف امام عاشور وقع كم مرة، صح. شوف كم التحام حمدي فتحي بيقع فيه. انت بتقع وبتلوم الحكم والحكم مش هيحسب حاجة خالص. فهنا لان دول لعيبة بيلعبوا في احسن الدورات في اوروبا، فالالتحامات عندهم قوية جدا. فانت هنا محتاج تعدل حاجة في شخصية الحكام المصريين، ان انت اوعى تفتكر ان انت بترضي جمهور او بترضي لعيب كبير، انت بتضره وبتضر منتخب مصر. ادي واحد. اتنين اللياقة البدنية. كل ثانية صفارة في الدوري المصري. كل لحظة هات كده محللين، وانت عندك طبعا فريق اعداد كبير وقوي، اتفرج على الشوط في الدوري المصري الصافي بتاعه كام؟ قد ايه؟ والكرة بره قد ايه؟ النهارده مفيش الكلام ده في العالم كله. المتوسط بتاعنا 25 دقيقة في الشوط. كارثة. يعني تقريبا نص الشوط ضايع. وقرار الفار قد ايه؟ قرار الفار قد ايه؟ في حاجات كتير جدا عايزين نطلع بيها، حتى لو خطوة لقدام. نحسن الملاعب جدا، نحسن الأداء التحكيمي جدا، يبقى عندنا الحكام لازم يبقوا بيدوا فرصة للالتحامات البدنية. اللياقة البدنية لازم تزيد بشكل كبير جدا. كمان حتة الاحتراف. انت النهاردة بتلعب مع فريق في كوليبالي في نابولي، في ماني في ليفربول، اسماعيل صار واتفورد، باريس سان جيرمان. اسامي تقيلة جدا طبعا. وانت يعني بالعافية محمد صلاح وتريزيجيه شوية، وما انني مش ما بلعبش مصطفى محمد في تركيا، المسألة قليلة جدا. واضح جدا 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 ان اللعيبة اللي بتلعب في الدوري المحلي متأثرة جدا مش على قدر اللعيبة المحترفة. صح. انا وجهة نظري كل شوية نحسن حاجة.